السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم سبعة على سبعة طبعا نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا لمدة ساعة كاملة بأخبار ومواضيع متنوعة من الإمارات السبع مشاهدينا الكرام نبتدي بهذا الخبر حيث انطلق مساء أمس عفوا انطلق يوم أمس الأسبوع الإماراتي الهولندي الذي تستضيفه كل من دولة الإمارات ومملكة هولندا في الفترة من 30 مايو الجاري وحتى 5 يونيو المقبل تأتي استضافة هذا الأسبوع بمناسبة احتفال البلدين بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما فضلا عن الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات وقال عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة أن إقامة الأسبوع الإماراتي الهولندي الذي يجمع كبار المسؤولين من الحكومة والمجتمع في دولة الامارات ومملكة هولندا يعكس رغبتنا القويه في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. فمنذ نحو نصف قرن عملت دولة الامارات ومملكة هولندا على توطيد العلاقات وستمكننا انشطة الاسبوع الاماراتي الهولندي من مواصله تعزيز هذه الصداقه من جهتها قالت الدكتوره حصه عبد الله العتيبه سفيره الدوله لدى المملكه الهولنديه. ثمه الكثير. من مجالات التعاون بين دولة الامارات ومملكه هولندا فكل الشعبين البلدين يقدران عاليا او يتبادلان التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي وعلى المستوى الحكومي عمل دوله الامارات ومملكه هولندا معا في اوقات الازمات لمواجهه تحديات الامن الغذائي وتعزيز الابتكار العلمي من اجل دعم مجتمعاتنا انه لشرف حقيقي لنا اليوم ان نستكشف مجالات اضافيه للتعاون الإمارات الهولندي طبعا ونطلع إلى استضافة المزيد من الفعاليات المشابهة في الأسبوع الإماراتي الهولندي في المستقبل طبعا تبادل معرفي ثقافي بين دولة الإمارات ومملكة هولندا شاركوا في نخبة من الشباب في مواضيع مختلفة أهمها, أهمها كيف ما ذكرنا في الحلقات السابقة هو مكانة المرأة والتطور العلمي والتبادل كذلك التجاري وكيفية ممكن فتح اي رخصه تجاريه كانت في دوله الامارات العربيه المتحده او كذلك في مملكه هولندا كذلك ممكن اليوم شفنا ثاني ايام هذه الجلسه اللي كانت افتراضيه مشاركه الشباب ومشاركه التجارب الشباب كذلك في كثير من الفرص اللي دوله الامارات تتيحها لكل من يعيش على دوله الامارات من الشباب من مختلف دول العالم وأمانة هذه دعوة الكل أن يشارك في هذه الفعاليات الافتراضية طيلة هذا الأسبوع مشاهدينا الكرام برعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي رئيس هيئة أبو ظبي للطفولة, للطفولة المبكرة أطلقت الهيئة مبادرة علامة الجودة لبيئة, لبيئة عمل داعمة للوالدين والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز ثقافة داعمة للوالدين في إمارة أبوظبي وهي مبادرة تطوعية تشمل على مجموعة من المعايير التي يمكن أن تتبناها المؤسسات من أجل اعتمادها كبيئات عمل داعمة للوالدين نتابع معكم مزيد في التقرير التالي الفرحة أشوفكم واليوم وياكم إنتوا صار لكم فتره ها ماشيين على على هذا البرنامج الطيب اللي بدينا فيه اخباركم آه. اللي توصلني ساره سنه الحمد لله و... الحمد لله ومتشوق للي بتقومون به في الايام الجايه والاسابيع الجايه سموكم اليوم بنتكلم عن مبادرة علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين اللي تخدم أهداف الهيئة في تعزيز منظومه الطفوله المبكره من خلال اشراك القطاع الخاص في تعزيز رفاهيه الطفل. سموكم باذن الله ستساهم مبادره علامه الجوده لبيئه عمل داعمه للوالدين في تعزيز الروابط الاسريه وتعزيز الدور الاساسي للاسره في التنشئه السليمه للطفل والحفاظ على الهويه الثقافيه والتماسك الاجتماعي. حرصنا سموك خلال تصميم هذه المبادره على دراسه وتحليل الاثر الصحي والاجتماعي والاقتصادي للظروف الاستثنائية الحالية التي يخوضها العالم بسبب جائحة كورونا وهذا كله هدف الرئيسي أن نحن نحد من التأثيرات على نماء الطفل وتطوره ومن خلال تمكين الوالدين في القطاعات المختلفة نحن نطمح إلى تحقيق رفع جاذبية القطاع الخاص للعمل وخاصة عند المواطنين من خلال سد الفجوة بين القطاع الخاص والعام في السياسات والأنظمة الداعمة للوالدين وإن شاء الله يعني بيأثر هذا بشكل إيجابي على مؤشر التوطين في أجندة الوطنية في الدولة إلى جانب تعظيم دور المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع شبه الحكومي والخاص في دعم وتمكين قطاع الطفولة المبكرة وإلى موضوع آخر مشاهدين الكرام نظم قسم البيئة والصحة والسلامة بمؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية حملتها التوعوية تحت شعار مراكزنا الخدمية صحية وآمنة والتي تأتي ضمن جهود المؤسسة ومسؤولياتها المجتمعية الرامية إلى تعزيز الوعي ونشر خططها الشاملة وحرصها على سلامة مواردها البشرية وجميع العاملين فيها معنا اليوم الأستاذة موزة الزيودي رئيس قسم البيئة والصحة والسلامة بمؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية مساك الله بالخير أستاذة موزة مساكم الله بالخير والنور والسرور يا أهلاً وسهلاً فيكم أهلاً في البداية ما هي حملة مراكزنا الخدمية الصحية وآمنة؟ هي عبارة عن حملة توعوية هذه الحملة التوعوية جاءت لنشر السلامة ونشر الوعي عن الصحة وسلامة موظفي مؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية جميل اليوم كذلك لو نتحدث عن الهدف من هذه الحملة وشركائكم كذلك في هذه الحملة بداية كان هدفنا أن نقوم بها هي أهم شيء عندنا هي نشر الوعي ثم حرصنا على سلامة موظفينا وكانت الشركاء الاستراتيجيين الموجودين عندنا كانوا أشكرهم طبعا على التعاون والتنسيق وزارة الداخلية القيادة العامة لشرطة الفجيرة إدارة المرور والدوريات واداره الدفاع المدني للجيره وايضا وزاره الصحه وقاده المجتمع لهم دور فعال وكبير على هالشيء وعلى انجاز الحمله. جميل. اليوم لو نتحدث عن هذه الفئات المستهدفه من قبل الحمله التي انتم اطلقتموها. الفئات، الفئات عندنا عندنا فئات جميع فئات المؤسسه عندنا مؤسسه جيرة موارد طبيعيه كانت هذه لنشر جميع الوعي عندهم فكانت تدريجيا نستهدف نستهدفهم كلهم وعلى سلامتهم وامنهم طبعا. جميل اليوم لو نتحدث ان كيف تم طبعا تنظيم هذه الحمله خاصه في ظل جائحه كورونا وفي ظل هذه الظروف اللي نحن نعيشها في الوقت الحالي. الحمد لله الحين تطورت التكنولوجيا كانت عن طريق افتراضيا كانت افتراضيا عن طريق برنامج زوم وايضا كان عندنا 28 26 شاشه عرض ذكيه تربط كل المؤسسه بمراكزها. فكنا دائما ننشر منشورة يوميا عن الأمن والسلامة نعم. فكانت عن طريق بعد عن طريق الإيميل نعم يمكن خلال تنظيمكم أو خلال أنكم خلال هذه الحملة نظمتم العديد من الورش لو تحسينا عنها طبعا نظمنا عديد من الورش مثل ما قلت كانت بداية بدأنا فيها السلامة المرورية وبعد بعدها كانت كتحقيق السلامة لحماية الأرواح والممتلكات وأيضاً كانت الورشة الافتراضيه لتعزيز الطاقه الايجابيه في بيئه العمل باعتبارها الوصف السحريه للحفاظ على صحتهم نعم. فكانت هذه عباره عن عن الورش وكانت كلها عن طريق مثل ما قلت زو جميل اي كلمه اخيره حابة تضيفينها استاذه موزه بالعكس هذه الحمله الحمد لله لقت نجاحا عندنا بمؤسسه جرموار الطبيعية وكانت اصلا الحمله بعد فيها زيارات ميدانيه كانت في زياره ميداني نتاكد على تطبيق اجراءات الامن والسلامه في جميع مراكزنا، والحمد لله لقينا ما نقول في 20 كان تطبيق جميع اجراءات الامن والسلامه فيها، وطبعا دائما احنا كقسم بيئه وصحه سلامة متمثله بمؤسسه جيران الطبيعيه، دائما نحرص على سلامه موظفينها، فكانت هذه الحمله لنشر هالشيء. جميل، كل التوفيق لكم، شكرا لك الاستاذه موزه. الزيودي رئيس قسم البيئة والصحة والسلامة بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية شكرا جزيلا لك شكرا يعطيكم الصحة والعافية ما قصرتوا على السبب مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل خلوكم ويانا يعني. طبعا رياضه رياضه القوارب الشرعيه قديما هي كانت ولا زالت طبعا يعتمد عليها الاولين في الغوص وصيد اللؤلؤ. مارسها اجدادنا وعاشوا عليها وكانت المصدر الرزق مو الوحيد ولكن اللي هو كان مسيطر بشكل كبير. ما زالت هذه الرياضه مستمره في الوقت الحالي وتغيرت واختلفت اشكالها. اليوم راح نتكلم عن رياضه رياضه القوارب الشراعيه وراح نتكلم كذلك عن المسابقه الاولى من نوعها اللي في ابو ظبي. وهي مسابقة أبو ظبي لرياضة القوارب الشرعية معنا الأستاذ علي أحمد خميس الضنحاني مشارك في سباق القوارب الشرعية فئة 22 قدم يا أهلا وسهلا فيك الوالد نورتنا مرحبا بكم والله احنا نرحب وهذا شرف لنا أن نطلع على الشاشة نتكلم عن تاريخنا وعن ماضينا ماضي أجدادنا وابانا انت اللي نورتنا ونحن اللي تشرفنا فيك الوالد اليوم لو نتكلم عن بطوله ابو ظبي للقوارب الشراعيه هو ملتقى محلي يشتركون فيه الكثيرين منهم المحترفين وكذلك منهم الهوا وانتم كذلك مشاركين في وتكلمنا عن هذه المشاركه طال عمرك هذا تنظيم وهذه فرحه على قلوبنا خاصة هذه كلمه القفال قفال الغوص هذا طبعا القفال له معنى القفال ما القفال بس كلمه القفال، القفال لانهم خلصوا من الغوص وفرحانين هذا طولت أمرك السباق هذا الشراعيه من ضمنه نادي دبي للرياضات البحريه. ابو ظبي ولا ابو دبي؟ لا دبي. نعم. طبعا تحت رعاية كان سابقا تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد راعي الرياضه الاول الله سنويا. كنا نسابق بالشرعيه اسمه القفال الحين يعني حتى ان قلنا سبحان الله انه انقطع عنا القفال ففجاه فاجأنا انه القفال رجع فرحنا فيه فرحه عجيبه يعني وارتحنا ليه لانه هذا ما ينترك هذا المجال هذا التراث هذا مر على ابائنا على اجدادنا الحين مر علينا فنحن بعد نشجع الشباب يشاركوا بالسباق القفال نعم لانه هذا القفال الشباب يشوفوا المهنه هذه كيف كانوا عليها الاجداد والاباء فهم يدور بخيالهم يعني نعم. فحتى انهم ما ينسوا تاريخهم ما ينسوا ماضيهم فطبعا الحكومه جزاها الله خير ما قصرت شجعت ورتبت هذا وخسرت عليه عشان ما ينترك المجال هذا هو السباق القفال طبعا هذا رحم الله والديك بعد ما خضوا جولات ظبي نادي الثراث بضبي فبدأ يمكن لا يقل عن سبع جولات أو ست جولات شرعية من الضبعية حتى ظبي وبرضه نادي البحري للرياضات البحريه دبي بعد عام الجولات ست سبع جولات طبعا هذا يعملوه يعتبروه كانه ختام للسباق وهذا السباق سباق سير بن عير الخشب الغاصة هذه اللي كان أول يسيروا الغوص نعم. ما يكون مع بعضهم كلهم مكان واحد الوالد اليوم لو نتكلم عن السباق ونشرح للمشاهدين أغلبهم ما يعرفون أن السباق يمر بأربع مراحل نعم لو نتكلم عن المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كيف تكون؟ السباق هذا الأولي طبعاً يوم يتسابقوا أي نعم طبعاً كل واحد يشجع وكل واحد عنده بحريته يشجع أنهم عبارة أنهم ما ما ينسوا هذه الأمور ما يتركوا المهنة هذه ما تنترك كانت أول يوم يتسابقوا رحم الله والديك ما كان في مواصلات كانت في مكاين كله كان الوسيله على الشراع يخطفوا بشراع وطول تمرك هم يسيروا الغوص طبعا يسووا مياديف هذا اللي هو التجديف الحين صار كلمه تجديف لكن أول مياديف وطبعا يوم ما في هواء يجروا مياديف الميدان يدوروا علينا اثنين او ثلاثه الميدان فطبعا يوم الهواء يخطفوا بالشراع وطبعا في سباقات يتسابقوا عليها فالحكومة ما تركت المجال مولية خلتهم يستمروا عليه سباقات في دبي وفي ظبي حتى ما ينسى التاريخ هذا طبعا ما قلت لك القفال هذا ختام كلمة القفال ختام لما ختموا هذا السباقات وطبعا هذا في الغوص رحم الله والديك كان الخشب ما واحد ولا اثنين ولا عشرة ما شاء الله يتولفوا من كل مكان ما شاء الله من دبي من ابو ظبي من الشارجه من كل مكان يتولفوا لا يقل عن 30 او 35 و محمل وفي المحمل الواحد كم شخص يكون موجود ما داخل؟ واحد في 40 في 50 على كبر المحمل على كبر الجالبوت يعني اليوم الحين في السباق في محمل يشيل 30 وفي محمل يشيل 40 وفي محمل يشيل 50 لا 50؟ الحين في السباق هذا السباق القفال نعم ولا اول لا هذا السباق اللي راح يكون في السباق القفال شوف الشطاره نعم والمعرفه والذكاء هي اشطر يعني طبعا يا ما من نوخذه يا ما من سكوني ما ياخذ ما يسوي بطعان اللي هو الله يرك الرمل يحطه بكياس او طول عمرك يسوي درامات في ماي لا بدال هو ياخذ عشرين يشيل خمسة 25 30 ليش؟ هادي للبحاره اللي عنده بمره بمره هو. ما يسوي شيء الا بمر السكوني هو ينفذ عليهم عندما يكون ل... السكوني هو قائد أو... قائد السفينه قائد السفينه سؤال وجواب ما حد له كلام طبعا في قدومي لكن تعرف يعني لو كان القدوم شو شغلته؟ متقدم يعني بس متقدم. سؤال يقدم على البحريه يتكلم عليه يامرهم انه جميل. عملوا هذا وعملوا الحركه هذه جميل. وطبعا الجدوم هذا قبل يبدا السباق يجهز البحاره حلو يقول لهم عملوا كذا عملوا كده تكونوا شاطرين تكونوا هبين الرياح تشدوا الحيل ترى نحن داسين سباق ويلا بنفوز والكل بيرفع بنفوز بنزوجكم الثانيه يعني نبغى جائزه نبغى نتقدم نبغى نجيب مركز طيب يا سلام يعني شجع شجعهم وحتى انه يشجعهم بالحاصله ما شاء الله فبعد شوف في حتى في كان زمان الغوص رحم الله والديك يشجعوهم يشجعوهم يا ما واحد ما شاء الله شاطر في اول كان الغوص يعطوهم بالاسهم حد يعطوه سهمين، حد يعطوه ثلاثة، على قد حاله، طبعاً حتى الحين في الـ في, في السباق آه القفال ما شاء الله في شباب هبين رياح. ما شاء الله. يعرف كيف يرتب أموره، لا قلت له خذ الدامل، لا قلت له خذ البسة أو لين الدامل أو الرويسي أو انسى الدستور، أو ميل على المحمل، أو عطى المحمل شراعه يعني يميل على 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 الهوى يعني كل واحد وطريقته في تشجيع اللي وياه نعم لانه لانه طول تمرك هذا رأس 30 وشوف البحاره هذا ما حيبقى في عند السكون ممكن واحد او اثنين بس هذا بس واحد عشان الدامل والبسه واحد عند البسه واحد عند دامل سبحان الله لا سمح الله تصير حاله طارئه بعدين ما يربطوها البسه البسه مال الشراع نعم. ما تربط والدامل كذلك ما يربط على الويلتنج يعني عبارة عن استعداد السكوني يمر وينهي الباقين شو واقفين على الحبال متجاودين بالحبال عشان لا يميل المحمل يوم يزيد عليهم الهواء لا يميل المحمل على البحر يعني زين انتم كيف تختارون اللي يكونون موجودين الشباب اللي يكونون معاكم نعم. في القارب نعم وكيف تختارونهم وكيف يتدربون طولة عمرك اول من اول مش الحين انه هذا يختار الغيص عارف انه هذا غيص يعني هبه ريح ويختار السيب اللي هو سيب طبعا الحين انه هذا عارف بحارته وداشوا وياهم مثلا كم مره ويعلمهم الحركه ويعلمهم الحياه وطبعا مرتب وياهم عشان انه سباقات مستمره فيعني الواحد ياخذ خبره من مره مرتين خلاص تعلقم خلاص عرف شو وضعه شو مهنته شو شغله يعني نعم. شو يعمل يعني يوم الهواء الطيب شو يسوي يوم الهواء الخفيف شو يسوي حتى يوم يصير جوك ما شاء هوا طبعا في مياديف يجروا شوي شوي حتى يتقربوا للبر هذا مهنه السكوني ومهنه اليريره في زين نحن نتكلم عن القارب اللي انتم تشاركون فيه في هذه المسابقات وهي تكون مسابقات مهمه طبعا الوالد لو نتكلم عن تصنيع القوارب هذه هل هي تصنع في البلاد وهل انه يشرف على تصنيعها قبل لا يدخل السباق اكيد هذا شيء معروف الولد من يربي لا الاربي ابوه والبيت ما ياسس الا اول ينظر له بنظره يعني ترتيب صحيح المحمل انا لما ابغى اوشر محمل طبعاً في اساتيد يخدموا يصنعوا لكن ما بكل واحد استاذ ما من كل صنيع معلوم صحيح وكل دانيه غاليه كل دانة غالية. غاليه, كل صناعه اغلى عن الثاني يعني مش الا بتقول المحمل إن الشراء انه هذا عنده فكره للشراء المحمل عنده فكره للدقل المحمل انه هذا عنده, عنده فكره للدستور للفرمل للسكون المحمل هذا شو يعني؟ فيطلبوا عليه طلبات يقول له اعمل لي, لي كذا يعمل لي كذا يا ما من استاذ يقول لك لا تطلب انا استاذ وشرط اطلع عليك محمل يطيب خاطرك نعم لكن فوق هذا إنه هذا بعد ما يقنع يزاره ويمر عليه ويشوف يتابع ادق التفاصيل لانه هو راح يكون المسؤول عن القارب نعم. هذا نعم. في السباق. بس هو يشرف على متابعه التصنيع فقط بس التصنيع بس يشوف يعني يمر طبعا الصغيرون ما يعلم البكي اما الوشير او الاستاذ طبعا يبغى يطلع نفسه صحيح ويبغى يشهر نفسه الى صنع محمل والمحمل هذا نجح وخذ السباق يا جاب اسمه يشتغل خلاص اتطور خلاص اللي هاد الباقيين الشباب اللي لهم فكره بهذه الامور ولهم باع طويل في السباقات ويبوا يستمر هذه الامور يروح يقول له باك توشار لي خلاص اعمل لي شيء طيب ما تكلمنا على الفلوس بس ابى شيء يطلع لي بشيء بنتيجه طبعا نحن كنا نوشر الخشب هذا التجديف نعم. مع الوشيره لكن لنا دور يعني نشوف وين الوشير اللي يوشر واللي يعطيك فرمه فرمه المحمل وين يعطيك اه شيء يخليك تطلع امام الناس يعني صحيح يا امام واحد يوشر محمل بخمسين نعم الوالد اليوم الدوله والقاده الله يحفظهم نعم ما مقصرين في الحفاظ على التراث نعم وخاصه في مثل هذه السباقات اللي تعتبر نوع من انواع التراث نعم في اهتمام كبير نعم من المعازيب الله يحفظهم ويطول نعم في اعمارهم لو نتكلم عن هذا الاهتمام نعم والله شوف نحن العين ما تعلى على الحاجب. حكومتنا الله يرضى عليهم ويخليهم ذخر لنا. للجميع ما مقصرين. فاتحين المجال للشباب بالرياضه، في البحر، بكل شيء، لانه هذا تاريخنا وماضينا ما ينترك. صح ان اليوم بخير ونعمه. من فضل الله ثم فضلهم ما ننكر اليوم هم ريحونا اليوم هم خلونا احنا غير مرتاحين الموظف براتبه المتقاعد براتبه لكن حكومتنا تشجعنا وتشجع أولادنا على المهنة والماضي ما ينترك ونحن برضه نطلب من الشباب أنهم ما يتركوا الماضي فعلا. لا يتركوا هذه المهنه هذه المهنه تعطيهم حافظ احنا اليوم موجودين ما حد يعلم الاعمار بيد الله بيدلع. الله يطول بعماركم انتم بالبركه ما في شيء يعني لكن كل جيل يخلف على جيل لا, لا تستبعد استاذي لان نحن ربونا صحيح. الله يحبه. وضربونا صحيح. وعلمونا عشان شو نطلع ونعلم اولادنا نحن اليوم نشجع الشباب حتى لو عمره عشرين سنه نتمنيه انه يشاركنا بالسباق ويشوف إحنا كيف عشنا أول سابقاً وكيف اشتغلنا في البحر كيف يوم يقول لي آه أرف كيف يوم يقول لي سيك كيف يوم يقول لي خدامل خد كيف يوم يقول لي خدجوش يعني أشياء أول علمنا التاريخ وعلمونا أبانا وحكومتنا ما قصرت سنة لنا وشجعتنا نعم. هذا الشيء احنا نفتخر فيه يعني. صحيح. الحمد لله يعني. الله يحفظك ويطول في عمرك. شكرا شاء لك الله. الوالد علي احمد خميس الظنحاني. نعم. مشارك في سباق القوارب الشراعيه في 22 قدم. نعم. ان شاء الله تعالى. شكرا ستين لك. 60 قدم. 60 قدم. إيه ابو شك... شراعي ابو دقلين. شكرا لك الوالد. إيه بارك الله فيك. وشكرا بيه. على التصحيح. لا شكر على واجب. حياك الله. سلامتك. تامر بشيء؟ خليك قاعد ويانا. لا. نترخص خلاص التقرير نحن خضينا دورنا ودور غيرنا بعد ينتظرنا <applause> إن شاء الله سامحونا لا خليك نروح للتقرير وبعدين إن شاء الله أنا وياك نطلع آه. طبعا لازلنا في الرياضة البحرية وتعتبر رياضة التجديف من الرياضات البدنية اللي الممتعة والتي يمكن ممارستها بشكل فردي أو جماعي من قبل الرجال أو حتى النساء المحترفين والهواء لا تحتاج إلى قوة جسدية فقط، وإنما إلى تعاون بين الأفراد اللي شاركون فيها. نتابع معكم المزيد في التقرير التالي مدرب وطني اعتز بهاي الرياضه الكايت سيرف والكياك عندنا احنا طبعا اليوم بنتكلم شوي عن عن الكياك اللي موجود داخل المانغروف ام مع فريق الكايت بيتش هم اللي ننظم الرحلات احنا البيئيه المائيه طبعا هنا نحن دائما نطلع ان نشوف الفلامينغو والاشياء البحريه المنغروف طبعا دائما هي شجرة بيئية جميلة تعطي أكسجين للطبيعة محمية أسماك هي هي كل شيء نحاول نحافظ عليها نحاول ندعم الشباب النيون يشوفون رحلاتنا البيئية اللي موجودة في داخل المنغروف فريق الكايت بيتش متواجد هني في منغروف ام القيوين نقدر نوفر لكم الكياك ودائما نحن ندعم هذه الرياضه لانها تشمل الكبير والصغير يقدرون الشباب والكبار في السن يستمتعون بين المنغروف يعمل بادل ويستانس الجو جميل المنغروف جميل جدا حياكم الله مشاهدينا الكرام طبعا قامت إدارة سلامة الطفل بإطلاق شخصيتين افتراضيتين هما سارة وراشد للتعزيز من إجراءات السلامة والوقاية وتحفيز الصغار على الحذر من المخاطر معنا عبر الهاتف مباشرة ثريا المرزوقي تنفيذي أول مبادرات وأنشطة في إدارة سلامة الطفل مساء الله بالخير مساء النور أهلا وسهلا أخوي عبد العزيز أهلا طبعا قمتم بإطلاق شخصيتين هما سارة وراشد لتعزيز أشكال تواصل مبتكره مع الاطفال لو تخبرينا اكثر عن هذه الفكره شكرا لك اخوي عبد العزيز ولفريق القناه على الاستضافه أهلوك. في الحقيقه يميل الاطفال الى تقبل المعلومات والنصائح على لسان شخصيات افتراضيه كما نعلم لذلك تقرر اطلاق شخصيتين افتراضيتين هما ساره وراشد لتطوير اشكال التعلم والتواصل المبتكر مع الاطفال هدفنا الرئيسي من هذه الشخصيات هو تقريب وعي الاطفال من المحتوى الارشادي الذي يقدم لهم. جميل. اليوم لو نتكلم عن ما مدى مساهمه الشخصيتين في تحفيز الصغار على الحذر من المخاطر اللي ممكن تواجههم. تم ابتكار شخصيتين افتراضيتين ساره وراشد بشكل مدروس لتمكين الاطفال من التفاعل. الشخصيتين في الحقيقه لطفلين بين عمر 6 إلى 8 سنوات. سيطلان على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للإدارة ومن خلال المواد المطبوعة كذلك والورش التوعوية التي يقدمها الإدارة جميل. في البداية في البداية بدأنا توظيف شخصية راشد من خلال ورشة حقوق الطفل اللي قدمتها الإدارة ولأول مرة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل من خلال فيديو توعوي و... ويعني شهدنا تفاعل جيد بين الأطفال. جميل. طبعا قمتم من خلال مشاركتكم في مهرجان الشارقه القرائي للطفل في توظيف كما ذكرت راشد وساره في الانشطه التي قمتم بتقديمها كيف شفتم نتائج هذه التجربه كما ذكرت في السابق اخوي عبد العزيز ان احنا وظفنا شخصيه راشد في اول ورشه توعويه اطلقناها في مهرجان الشارقه القرائي للطفل وظفنا كذلك الشخصيه الكرتونيه حيث انها تسهم في جذب الاطفال بشكل اكبر المحتوى اللي يقدم من قبل الإدارة. التفاعل كيف كان؟ التفاعل الصراحة كان جدا جدا يعني مميز وبدأوا يستوعبون أهمية التوعية وأهمية حقوق الطفل بجميع جوانبه. جميل. لو تحدثنا من جانب تقريبا لو عن هي ما هي أبرز المخاطر اللي ممكن قد يواجهها الأطفال بشكل عام؟ جميل في الحقيقة أخوي عبد العزيز كما نعلم فضول الأطفال ورغبتهم في الاستكشاف. سبب لهم العديد من المخاطر اللي تهدد سلامتهم والمخاطر هذه تختلف على حسب البيئة والمكان والظروف كذلك صحيح. في حوادث منزلية وأخرى كذلك في الأماكن العامة هذه المخاطر أغلبها بسبب غياب الوعي بالأمن الإلكتروني أو قد يتعرض الطفل كذلك للتنمر في حال الألعاب الإلكترونية واللي هي سببها الإدمان على الألعاب صحيح. كذلك تفضل كذلك في مخاطر من الالعاب اللي يمارسها الطفل في الاماكن العامه وتختلف هاي المخاطر حسب بيئه الطفل الوسط الاجتماعي اللي ينشا فيه جميل. في اي كلمه اخيره أه... انصح الصراحه الاسر بالسعي نحو الوعي لانفسهم لاطفالهم من اجل حمايه الاطفال من الوخاط... من المخاطر قبل وقوعها لا سمح الله كذلك نسعى للتوعيه بالدور الايجابي للامهات والاباء في بناء علاقه وطيده مع الاطفال واللي بدورها تبني الثقه مع اطفالهم من خلال الحوار الفعال ومشاركتهم باللعب والانشطه. شكرا لك الاستاذه ثريا المرزوقي تنفيذي اول مبادرات وانشطه في اداره سلامه الطفل، شكرا لك. شكرا لكم شكرا. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم لكن بعد هذا الفاصل خلوكم معنا يعني حياكم الله مشاهدينا الكرام انتهى يوم السبت فعاليات الدوره 30 من معرض ابو ظبي الدولي للكتاب الذي جاء بتنظيم من مركز ابو ظبي للغه العربيه تابع لاداره الثقافه والسياحه ابو ظبي وتحت رعايه كريمه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه بمشاركه العديد من الجهات والمؤسسات الحكوميه والخاصه وبالاضافه الى مشاركه الكتاب معنا طبعا في الاستوديو احد نماذج الكتاب الشباب المشاركين في المعرض وهو اضافه كبيره امانه للأستاذ محمد امين مكلاي اهلا وسهلا استاذ محمد سعداء بتواجدك معنا في قناه الفجيره. وانا جدا سعيد بتواجدي إيه اليوم. اول شيء لو نتكلم عن مشاركتك في معرض ابو ظبي الدولي للكتاب كيف كانت المشاركه؟ آه كانت مشاركه جدا جميله وجدا سعيد بمشاركتي في معرض ابو ظبي الدولي للكتاب فرصه جدا رائعه. كانت فرصه أن يتعرف على كتاب وقراء بما انه مؤلفي الاول ففرصه جدا رائعه جدا سعيد بمشاركتي في جميع المعرض اليوم لو نتكلم عن تجربتك الشخصيه دخلت في كتاب وهو الاصدار الاول لك ينشر لو نتكلم عن هذا الاصدار اخوي محمد الاصدار هذا عنوانه من اعماق حياتك طبعا كتبت هذا الكتاب بعد ما سمعت تجارب واشياء مختلفه من ناس حولي في ايام الجامعه، في ايام الثانويه، من تجارب اخرى، فحبيت اكتب هذا الكتاب كتحفيز لمن يقرا. جميل. اخوي محمد يعني لو نتكلم عن هذا الاصدار وانت قلت وجهته للشباب اللي هم يحتاجون تحفيز، فتتوقع ان الشباب لهذه الدرجه هو يحتاج من ياخذ بيده ويخليه ينهض. في اي فتره هو يقع فيها او في اي ظرف ممكن يمر فيه؟ لا بالعكس انا من الناس اللي اعرفهم بالعكس قابلين وقادرين على انهم يساعدون انفسهم بانفسهم بس تعرف في بعض الاحيان يمر الانسان بفتره يحتاج بس كلمه انهض جميل استمر لا تستسلم فهذه الاشياء البسيطه ممكن تحصلها انت في هذا الاصدار او حتى في اصدارات اخرى جميل آه لو نتكلم اخوي محمد ليش خليت الاصدار الاول لك وهو يطلع للناس انه يتكلم عن يعني يتكلم عن ال يعني يتكلم عن التحفيز او ياخذ هذا الحيز ما اخذ حيز ثاني، هل انت مختص في هذا المجال ولا فضل محمد انه يكون اول اصدار له بهذه الطريقه؟ لا انا فضلت هذا المجال لان انا مريت في تجارب مختلفه وشفت ناس مروا في تجارب مختلفه كذلك في هذه الامور فحبيت اكتب هذا الكتاب جميل، استخدمت اسلوب معين في الكتابه ما استخدمت ابتعدت كما في الاعداد فريق الاعداد يقول ابتعدت عن الاسلوب العلمي والتربوي لكن استخدمت اسلوب المنطق المنطق لو نتكلم ليش اخترت هذا الاسلوب بالذات؟ لان انا لا لا يعني من خلال تجربتي مثل ما ذكرت سابقا شفت ان هذا الاسلوب الافضل في ان التواصل مع الفئه اللي انا استهدفها جميل طبعا هذه وجهه نظر شخصيه يعني ومن تجربه شخصيه جميل لو تعطينا نص من الكتاب بقرا لك انا عباره جميل ابتسم فان ابتسامتك جميله جدا وكن واثقا بان كل ما تمر به من صعوبات فهو لصالحك ومهما كانت الحياه صعبه فستجد اشياء اجمل بانتظارك. هاي طبعا ختام ختام الكتاب ف... لا ختام فقره او آه. نص بعنوان تقلبات الحياه تقلبات الحياه كثير من تقلبات الحياه او بعض الظروف اللي نمر فيها ممكن نحن نحزن ونقول ليش نحن طحنا في هذه المشكله، مع مرور الايام نعرف انه هو كان الحافز وهي كانت الطاقه اللي خلتنا نعدي او نمر بكثير من المشاكل بدون ما نتاثر. أه الظروف مهما, مهما كانت شو ما كانت ترى الوقت يعدي، شوف سبحان الله أه ما مش مستحيل انه ما يمر انسان بحزن او بفتره بفتره حزينه او صعبه في حياته. أه بس انت لو تلاحظ الشيء الوقت يمر والشمس تشرق وتغرب صحيح والحياه تمشي فاذا انت قعدت حبيس لهالمشكله اللي انت تمر فيها فما بتقدر تطلع اما اذا انت استمريت وحاولت فانت بتكون خلاص انه يعني تعافيت من الشيء اللي انت فيه طلعت لشيء افضل طلعت له طلعت طلعت نسخه افضل لك انت فعلا من اعماق حياتك يمكن لو الاسم هو عميق جدا وفيه و... 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 تفاصيل كثيره اخترت انه هو من التجارب الشخصيه نحن ننهض في حياتنا التجارب الشخصية هي سبب نجاحاتنا؟ صح لازم لأن أنت ما ممكن... أنت كيف بتتعلم؟ أنا بقول لك شيء الطفل يوم ينولد ينولد وهو يعرف يمشي؟ لا كم مرة يطيح؟ كم مرة يطيح؟ ألف مرة يطيح ويصيح ويقوم يطيح وي... تخيل هذا الطفل اليوم قال أنا ما خلاص ما بامشي يوم بيكبر شو بيسوي؟ نحن نفس الشيء ترى في حياتنا نشوف البحر موجة ترتفع موجة تنزل موجة ترتفع موجة موجة تنزل نبض الإنسان إذا أنت تشوف جهاز النبض صعود نزول صعود نزول فهذه طبيعه الحياه وحلقه اليوم كنا نتكلم عن البحر على طار البحر <applause> اخوي محمد طبعا عندك كثير من المؤلفات لكن هذا الاصدار الاول اللي انت اصدرته ايش معنى هذا اخترت آه هو بالذات بين مؤلفاتك الثانيه آه هذا المؤلف من اعماق حياتك ثالث مؤلف لي في بعد مؤلفات في قبله مؤلفات اخترت لان شفت لاحظت انه هو يتميز بعده امور وكان في مقال في ال... في الكتاب نفسه جدا قريب مني انا. أه عنوانه انت قاضي. أه عنوانه في كت... في الكتاب, في الكتاب. يعني انت قاضي. شو يعني انت قاضي؟ يعني انت اللي تحكم انك انه شو اللي ينتظرك غدا. أه احد الامثله اسلوب استعملته في كل مؤلفاتي أه كل اب كالطفل كل, كل طالب كالكل امثله اكثر شيء ما تكلمت عن شخص معين. ففي الكتاب نفسه في في النص هذا نفسه التقاضي في ان كالشاب الذي كان يقود مركبته ذات يوم ولف عليه احد الشاب هذا عصب وكان توه متزوج وعنده ولد وتوه بادي حياته وضارب ويا الريال في الشارع وسبحان الله الله قدر ان هذاك الريال طلع ان انسان ما يتحكم باعصابه وتهجم عليه وتعرض لشلل فمنو منو منو المفروض يلام في هذه اللحظه؟ هو نفسه ليش انت وقفت؟ ليش انت اتخذت هذا القرار؟ جميل فدوما الانسان هو من يراجع نفسه بهذه الطريقه هو من يحكم هذا هذا القرار اخذه او ما اخذه ولك عنوان من انا وكذلك عندك عنوان وثم رايت وثم رايت ومخارج الحياه والى متى كثير من العناوين اللي اخترت لو نتكلم عن هذه العناوين اخترتها بدقه وفيها تفاصيل عميقه لو نتكلم عن هذه التفاصيل اللي موجوده في العناوين العناوين طبعا اخترتها بعد بعد تفكير يعني عاده انا كنت اختار العنوان اول شيء وبعدين اكتب النص يعني اخذ استلهم الافكار من العنوان نفسه جميل فمن انا يتكلم عن أنه من وانا مش انا ككاتب انت من منو انت من انا انت شخص مر في ظروف ومر في امور ولازلت تبتسم لازم تضحك لازم تعايش حياتك كما انت فانت انسان قوي جدا وقادر على انك تتجاوز الظروف الصعبه ان شاء الله جميل اليوم مشاركتك في معارض الكتاب، اكيد شاركت في معرض الشارقه للكتاب. ما لا لم يحالفك الحظ. لا للاسف. مشاركتك الاولى في معرض ابو ظبي الدولي للكتاب في هذا الاصدار. نعم. كيف شفت امانه اجواء هذا المعرض؟ وشفت لابد ان على الكاتب انه يشارك في هذه المعارض خاصه إن احنا في منطقه الخليج العربي سلسله معارض في المملكه العربيه السعوديه في دوله الامارات في سلطنه عمان وغيرها من دول الخليج. كثير من معارض الكتاب ومشاركه واسعه امانه لو نتكلم عن اهميه هذه المعارض واهميه مشاركه الكاتب حتى يروج لهذا الكتاب أه طبعا هاي المشاركات مهمه جدا مهمه ليش لان الكاتب يتعلم يتعلم من كتاب اخرين يتعلم عن دور النشر يتعلم عن ناشرين يشوف الفرق بين جودات جوده الطباعه بين شيء وشيء يشوف يلاحظ امور مختلفه غير هذا ان هالشيء يساعد الكاتب على انه يبرز كتابه، ليش؟ إن انا مثلا كرايي الشخصي اذا انا اروح معرض كتاب واحصل الكتاب موجود بس الكاتب مو موجود، فانا اقدر اطلبه أونلاين بس اذا الكاتب بنفسه موجود يشرح لي عن الكتاب، يتواصل معي عن الكتاب، يوقع لي الكتاب فهذا الشيء يختلف معي طبعا. باختلاف الحديث مع الكاتب نفسه، فهم فلسفته، فهم طيخة ليش كتب كتاب هذا الكتاب؟ شو شو الاشياء اللي خلته يكتب هذا الكتاب؟ شو ولهذا السبب شو... حضور الكاتب في معارض الكتب هو مهم جدا وضروري واضافه للمعرض كذلك يعني لو نتكلم كثير من الشباب يتكلمون عن تحدياتهم لنشر الكتب يواجهون تحديات كثيره يقول لك انا مثلا ابحث عن مكان معين لنشر الكتاب هل تشوف ان هذه التحديات صعبه جدا على الكتاب الشباب في نشر كتبهم في تحديات طبيعي ان اي شيء في الدنيا في تحدي ما في شيء بدون تحدي ما في شيء سهل واللي يجيب بسهوله يروح بسهوله لهذا السبب عندي كثير من المؤلفات وصار واحد مو بس شيء يعني في اشياء مهمه بعد انه انا ليش انشر كل شيء مره واحده او ليش انشر شيء في وقت غير مناسب كل شيء له وقته المناسب مثلا في مؤلفات سابقه اشوف نفسي انه ليش انشرها عندي شيء افضل عندي شيء ممكن يحدث تغيير في شخص واحد او شخصين يمكن فهذا شيء انجاز بالنسبه لي فعلا الكاتب متى يقيس نجاحه يوم يغير في شخص يوم يغير في شخص يوم توصلني رساله يقول لي شخص يقول لي محمد كتابك لامس مشاعري وغير فيني وحفزني للحياه، شجعني على اني استمر واعيش افتح صفحه جديده. ولهذا السبب ممكن الكاتب لو اثر على شخص واحد من بين ألف شخص فهو حقق النجاح، صحيح؟ بالنسبه لي انا هي يا سلام عليك. نعم. اي كلمه اخيره حاب تضيفها ولا حاب تقولها؟ احب اشكركم على استضافتكم لي اليوم ويعطيكم العافيه. ان شاء الله ان شاء الله لنا لقاءات متجدده إن شاء الله وشكرا لك وشكرا على حضورك. نحن سعداء بهذا اللقاء الطيب معك استاذ محمد وان شاء الله لنا لقاءات اخرى الله كل التوفيق لك. اجمعين ان شاء الله وياك. الله الله مشاهدينا الكرام شكرا لكم وشكرا على متابعتكم. دمتم مساء في امان الله ورعايته.